أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في موجز الاتحاد لأهم الأخبار. عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرين اليوم الاجتماع 28 لمجلسها في أبوظبي بحضور أكثر من 340 ممثلا حكوميا من 119 دولة، وهو الاجتماع الأخير لها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 8 أو كوب 29، ويناقش أعضاء الوكالة العديد من المواضيع المحورية المتعلقة بتحول نظام الطاقة بما في ذلك التقدم المحرز في تحقيق هدف مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل 3 مرات بحلول عام 2030. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق حملة زايد وراشد للاحتفاء بذكرى المؤسسين المغفور لهما بإذن الله تعالى، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله. وتهدف الحملة التي يطلقها براند دبي للاحتفاء بذكرى المؤسسين وتجسيدا لمسيرة الوطن وترسيخا لثقافة الانتماء والهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع الإماراتي. تماشيا مع أهداف البرنامج الوطني ازرع الإمارات، قام وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بزيارة إلى عدد من المشاريع الكبرى التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة في منطقة مليحة. شملت الجولة زيارة مراعي مليحة التي تضم عددا من المزارع الحيوانية والعزب النموذجية، كما زار الوفد مزرعة القمح التي تعد أكبر مزرعة للقمح في الدولة، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التنمية الزراعية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعمال التشغيلية. وينضم إلينا من منطقة مليحة في المنطقة الوسطى من الشارقة الزميل أحمد الطنيجي، تفضل أحمد. مشاهدينا أحييكم هنا مباشرة من المنطقة الوسطى وتحديدا من منطقة مليحة حيث نتواجد في مزرعة القمح. بالتأكيد اليوم ونحن نتحدث عن البرنامج الوطني ازرع الإمارات، فواحدة من المحاور الرئيسة لهذا البرنامج هو توظيف التقنيات الزراعية فيما يتعلق بتوظيفها لأن تكون هناك تنمية زراعية مستدامة. اليوم القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير وهو ذراع أيضا مهم للاقتصاد الوطني، ولكن في نفس الوقت هذا القطاع يواجه كثير من التحديات والصعوبات. بالتالي وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم في زيارتها لهذا القطاع في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة تقف على الكثير من التقنيات الجديدة المستخدمة الموظفة هنا. هنا قد تبدو مزرعة القمح واحدة من التجارب الناجحة في دولة الإمارات بالرغم من الطقس الحار، بالرغم من قلة المياه، ولكن التكنولوجيا هنا وظفت بطريقة جدا جميلة وجدا مناسبة للتغلب على هذه الظروف، وبالتالي خطوات نحو المستقبل لتطوير منظومة القطاع الزراعي وأن يحقق جانبا من منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. أحمد طنيجي شكرا جزيلا لك. أسدل ستار عن فعاليات مخيم قادة المناخ للشباب في مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والذي ينظمه هو المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو في الشارقة. وقد شهد المخيم مشاركة دولية لافتة من قبل 50 شابا وشابة مقدمين مشاريع متميزة تعكس طموحاتهم ورؤاهم نحو مستقبل أكثر استدامة والتعامل مع التحديات المناخية. أعلن مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل تحسينات مرورية جديدة على تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول لزيادة استيعاب التقاطع 2000 مركبة إضافية في الساعة وتحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة 50%. وتضمن المشروع الذي نفذه المركز بالتعاون مع بلدية أبوظبي فصل حركة المركبات المتجهة طولياً على المركبات المتجهة على اليسار بوضع جزيرة فاصلة وسطية وتحسين حركة المشاة على التقاطع، بالإضافة إلى تطوير التدفق الحر على منعطفات لليمين وتوفير مسارات للتسارع والتباطؤ.
أقامت جمعية الإمارات لحماية المستهلك اليوم احتفالية وجلسة حوارية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة احتفاءً بنجاح حملتها التوعوية حماية المستهلك حقك ورسالتنا. وقد كانت الجمعية قد أطلقت جدارية توعوية طولها 140 متراً على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وتنظيم علاقتهم مع التجار ومكافحة الغش التجاري والتقليد.